قدمتها وكالة البيت المال من المملكة المغربية، أحدثت نقلة نوعية في سرعة الفحوصات اللي بتساعد كثيراً في التشخيص ومتابعة الأورام والأمراض الدم عند الأطفال، وهذا ساعد جداً في تحسين الخدمة التي تقدم لهدول الأطفال. ويعتبر قسم الطب المخبري جزءاً مهماً من مشروعات الوكالة التي تعنى بدعم القطاع الصحي للفلسطينيين المقيمين في القدس، حيث ساعد المختبر على استيعاب المزيد من الحالات المرضية، الأمر الذي يساهم في التخفيف من معاناة مرضى السرطان وخاصة الأطفال منهم المحتاجين لتشخيص الأورام لديهم. شاكرين جدا لوكالة بيت المال في المملكة المغربية على هالدعم اللي أنا مش بس في مختبرنا، أنا بسمع في كثير من المؤسسات الصحية الموجودة في القدس بالذات. وتقدر كلفة التوسعة والتجهيز للمختبر أكثر من 270 ألف دولار، فيما بلغت كلفة جهاز التدفق الخلوي قرابة 110 ألف دولار. لمسنا تغير كبير من التجهيزات الحديثة اللي صارت في المختبر، اللي المملكة المغربية مشكورين جدا وبيت المال لتوفير هاي الأجهزة. هاي الشغلات لمسناها بسرعة إنجاز الفحوصات المطلوبة اللي ساعدنا كثير في شغلات في التشخيص، في حتى في إنقاذ حياة لبعض الفحوصات. وتسعى وكالة بيت مال القدس بجهودها تجاه الفلسطينيين داخل القدس وخارجها للتخفيف من أعبائهم الاقتصادية الصعبة وتعزيز صمودهم تجاه ما يفرضه عليهم الاحتلال الإسرائيلي. تواصل وكالة بيت مال القدس عبر برامجها التمويلية الممتدة منذ سنوات دعم المشاريع التي تشمل كافة أوجه الحياة الفلسطينية المحتلة، تنفيذا لدور المملكة المغربية في مؤازرة الفلسطينيين في مواجهة ضنك العيش وجرائم الاحتلال. سامح رمضان، لقناة ميدان تي في، رام الله، فلسطين.